هاي سيارة باصات فوكس فاجن بنزين، هون نغير لها الفلتر تبع الزيت الكتريبة أو زيت الشينج مان الأوتوماتيك، حطه مفتاح 24، وهذا الفلتر أساسي تبعه. والله نفكهم بدلة سوا. ونحط حوالين المصفاي خرق مشان ما ينكب زيت على الكتريبة وعلى الموتور، ونلوث الدنيا تكون الشغل كله نظيف. هاي المصفاية الجديدة، الفلتر الجديد. والله خلصنا، نشيل الخرق، نطلع هون كله نظيف. عندنا هون اللاستيك أو جوان الفلتر عشان ما يكب زيت، نبدله كمان. طبعا يا شباب، ده فلتر بلاستيك وخطأ بلاستيك، يعني ما في شده هيك. طالما جوانتك سليمة، طالما الجوانة هاي الجوانة سليمة، فالشغل عندك كله سليم، ما بدها شد كتير تكسر الغطاء. بعد ما خلصنا من نظف، هلا مطبق بدك تشوف بعدين. عندنا هون ثلاث براغي مركبهم محلاتهم، دول قاعات البطارية. انتبه يا جماعة، السالب لجوا والموجب لبرا. هلا قطب بيجي سالب، ما بيجي موجب، عشان ننتبه. هاي قاعدة البطارية بروح التثبيت، ما في دبتي كمان انه مركز بلاستيك. خلاص البطارية ثبتت مع التحرك. نشد براغي البطارية تبع الأقراب، ما نشدها كتير لأنه المركز بيجي قصدير، القاعدة قصدير ما بتتحمل بتتكسر. هلا عم فضي زيت الكتريبة. هاي زيت الكتريبة فضى مرحلتين، أول غطا في جوا غطا تاني.
بجيب مفتاح الداخلي هون 8 او 10. لك هاي المفتاح طلع مفتاح او جاي 8. الله بتسحب هذا الزيت كله بينزل تبع الكتريبه. هاي القطعة الداخلية بتركب جوا الكتريبة، موجودة في أغلب السيارات الأوتوماتيك. هي بتحدد مستوى الزيت، طولها مثلا هي حوالي 7 سنتي، يعني 7 سنتي جوا الكتريبة بيكون ارتفاع أو مستوى الزيت. أعلى من هيك بتفضي لحالها. يعني بعد ما نخلص ونعبي زيت لازم يكون الزيت عندنا لهالمستوى هذا 7 سنتي بس. الله بعد ما خلصنا فضي الزيت نبلش نسحب سكر. ما مشدها كثير لانه هي بلاستيك كمان. بركب هي التحويله بنعبي من الزيت. الله عم نعبي الزيت. هلا خلصنا تعبئة الزيت للشنجمون، رح نسكره من تحت، وأثناء ما حنسكر الطبيه رح ينكب معنا شوية زيت، ما بيأثر، نحن عبينا زيادة. بهالطريقة هي نحن بعد ما نخلص نسكر بنشغل السيارة، بنعمل حركات للشنجمون، بنبدل سرعات، مشان إيش في هواء بين الصبابات بيطلع لبرا. بعد ما نخلص العملية هي بنرجع نفتح الشنجمون من تحت، إيش في زيت زيادة بنكبه. هاي هي الطريقة. بعد ما خلصنا عبينا الزيت بدنا هلا نحاول نفس الشنجمون ايش بجواته هواء جوا الصبابات لازم يطلع بالطريقه التاليه. بالطريقه هي بنحط بنشغل السياره اول شيء. هلا بين كل مرحله سرعه بننتظر 10 ثواني، يعني بين البي والري 10 ثواني، وبين الري والان 10 ثواني، وبين الان والدي 10 ثواني، وإذا في تحت الدي اس كمان بننتظر 10 ثواني هيك حتى الشنجمون ايش في هواء داخله يطلع. الله بعد ما خلصنا ماشي نطلع نرفع السيارة وايش في زيت زيادة نفضيه نقلبه منشان نسكر شغلنا خالصين الحمد لله. الله نفضي الزيت الزيادة بعد ما الشنجمون شغلناه وايش في فراغات هواء شلناها بين الصبابات. الله مدعم ايش في زيت زياده ونطلع بياخذ الشنجمون عيار النظام. اوكي الله هيك خالص. هلا بعد ما خلصنا بنسكر الشجمان من تحت، بنشد البرغي منيح وننظف. هيك الله خالصين. اللي له اي سؤال او استفسار كتبوا لنا بالتعليقات، نحن جاهزين. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.